بلسان الحزب ويتحدث عن بعض الممارسات التي أجريت في حق مرشحي الحزب الوطني. لكن في النهاية مع إن النيرف أو وتيرة العمل الانتخابي النهاردة كان هادئ، بس الممارسات من البلطجة والعنف، وسمعنا أن فيه دوائر حصل فيها ضرب نار وتشاحن ما بين المرشحين، وكان فيه كلام أنا سمعته، وكل الكلام ده عن سمع لأن لسه ما فيش رصد موثق بالصور. شفناه أن في ناس منعوا من دخول بعض اللجان، اللجنة المفروض تفتح 8 اتفتحت 9 9 9 ونص، ولما الناس دخلت لقت ربع الصناديق مليان، فمش عارف مين اللي ملاه. حضرتك تقول لي رصدك كده دون توجيه مني. تمام. في الحقيقة بس أنا عايز أذكر حاجة، أن للأسف أن منظمات المجتمع المدني لم تلحق بركب الدكتور سامي في أنها لها دور في عملية تنمية المشاركة السياسية للمواطنين. أنا أعتقد أن منظمات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية لها دور كبير جدا في تثقيف المواطن على أحد أهم مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وهو حقه في المشاركة السياسية للمناخ أو المجتمع اللي هو عايشه. تمام. أما ما حدث اليوم فإجمالي، أو ممكن نقدر نلخص اللي حصل فيه، أن كان في عدد من مؤسسات المجتمع المدني تمكنت من مراقبة الانتخابات. بس الجزئية دي لازم نتكلم في حاجة مهمة جدا، حالة الإحباط اللي حصلت للمنظمات الحقوقية النهاردة، وقد تكون بعض الأفعال أن هي نتجت عنها عمليات عدم مشاركة منظمات المجتمع المدني في دورها الرئيسي في مراقبة الانتخابات. ودي خطوة كانت مصر موافقة عليها، واحنا المجلس القومي لحقوق الانسان اعلن ان هو هينص. لا تفسر لي بس عشان المشاهد يفهم، ان في بعض منظمات حقوق الانسان لم تتمكن من اصدار اخراج اشارات المراقبة او تصريح المراقبة، فده عمل ممكن نقول حالة قمع عند بعض المؤسسات، ان انا دلوقتي ما تمكنتش من المراقبة فانا هنزل اشوف المظاهر السلبية وابتدي اتكلم عنها. لكن المفروض دور المراقبة للمنظمات حقوق الانسان، انا براقب في حيادية ونزاهة تامة، ماليش دعوة بفكرة مين اللي مشارك سواء كان من الناخبين او من المرشحين، بشوف مين الاعضاء او الجماعات اللي موجودة وبتكلم بمنتهى النزاهة. لازم في التقرير، المفروض ان احنا كمنظمات مجتمع مدني بنطلع تقرير، احنا مش من حقنا ان احنا نطلع بيان، لكن ده حاجة استحدثتها بعض منظمات المجتمع المدني على انها تعمل عملية تنوير للأجهزة الإعلامية. طب كيفية هذا التنوير وأنا جايب بيان صحفي في مظاهر سلبية فقط؟ ما لقيناش ولا مؤسسة مجتمع مدني النهاردة تكلمت على أحداث الاحتكاك المباشر والمشاجرات والاعتداءات اللي رصدتها غرفة عمليات الحزب الوطني، ورصدتها بعض غرف عمليات وزارة الداخلية، وأخطرت بها المؤسسات الإعلامية. ركزوا في جانب واحد بس، وهو الانتهاك للعملية السياسية، الانتهاك لعملية الاقتراع سواء كان بالتزوير أو ما إلى ذلك. لا أنا مش فاهم، معلش النقطة دي محتاجة تفسير. تمام. يعني عشان هم ما خدوش موافقة فابتدوا يكتبوا حاجة سلبية. خلينا نحكي حضرتك الموضوع من أول. أنا لو أنا مراقب حقوقي، لو أنا في جمعية وبراقب الممارسة، أنا ماليش علاقة بالإيجابيات، أنا جاي أشوف أين التجاوز وسجله، زي الحكم كده بيسيب الماتش شغال بيصفر بس لما يبقى في فاول. لا احنا ما عشان كده احنا بنقول دور مؤسسات المجتمع المدني المنظمات الحقوقيه، هل هي دورها في رصد الانتهاكات فقط ولا تقييم العمليه الانتخابيه؟ انا لو بقيم العمليه الانتخابيه المفروض اقول في 1 2 3 ده ايجابي، في 1 2 3 ده سلبي. مش لاحق، لكن يوم الانتخاب انا برصد الانتهاكات والتجاوزات، مين اخطا، مين تجاوز الصندوق ده كان غلط، اللجنه دي فيها غلط، تجاوز كذا. ده اللي كان بيصدر في البيانات النهارده. أيوة. بيانات صحفيه. البيانات اللي صدرت النهارده حضرتك ما ظهرتش حالات اللي هي المشاجرات وحالات استخدام الاسلحه الناريه في الموضوع، رصدت فقط ما هو متعلق بممارسه العمليه الانتخابيه. قالوا في انتخابات تزوير في بعض الانتخابات، في تقييم للاداء في كذا. طيب لما انا اجي دلوقتي كمنظمه مجتمع مدني ادي لحضرتك كمتخصص في الاعلام بيان بيقول لك ان حالات هذا كل هذه الحالات من الانتهاكات، تقييم حضرتك للعمليه الانتخابيه ايه؟ لو حضرتك نقلتها فورا على شبكه الانترنت، لو نقلتها في التلفزيون، اللي هيحصل ايه؟ المواطن مش هيشترك. انا دلوقتي من اهالي منطقه الازبكيه، لقيت ان بيقولوا لي فلان مع فلان، انصار المرشح الفلاني مع انصار المرشح الفلاني بيضربوا بعض بالنار تحت، مش هنزل من بيتي بالظبط، مش هقدر اعمل. يبقى هنا اذا المراقبه او ال- 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 الرصد بتاعي حول الموضوع من عمليه تفعيل لي كدور منظمات المجتمع المدني ان انا باثر بشكل غير مباشر في عمليه المشاركه السياسيه، وده خطر جدا
لان ده ما ينفعش. التأثير على وسائل الإعلام اللي هي بدورها بتأثر على المواطن المصري في المشاركة ده شيء مش صحيح. طب احنا نعمل ايه مثلا مع دول؟ ما هم دول المفروض ييجوا علشان يبقى ليهم دور قوي ودور ايجابي في العملية الانتخابية، بقى ليهم دور سلبي. كان لابد من البداية ان تشترك اللجنة العليا في الانتخابات في العلاقة المباشرة مع منظمات حقوق الانسان، او يتفوض المجلس القومي لحقوق الانسان في التعامل مباشرة، لكن دور ان المجلس بقى وسيط عمل دلوقتي خلق حالة مختلفة. في ناس راقبت الانتخابات وفي ناس لم تراقب الانتخابات، في ناس تقدمت بتصريح خدت يعني النصر. حضرتك شايف انها تبقى مباشرة علاقة مباشرة بينهم وبين اللجنة العليا للانتخابات؟ وعايز اقول لحضرتك على حاجة، قصة ان هو برضو لان احنا النهاردة شفنا بيانات كتيرة جدا اصدرتها المؤسسات المجتمع المدني ادانة للجنة العليا انها ما طلعتش شرائط المراقبة، ده لم يؤثر في العملية الانتخابية ولم يؤثر ايضا في مراقبة الانتخابات. الدليل على كده ان في مؤسسات كتيرة جدا اصدرت بيانات النهاردة وراقبت الانتخابات بالفعل ولم يصدر لها شرائط المراقبة. ولكن بس هذا الكلام لا ينفي ان حصل تجاوزات. طبعا لا ينفي ان حصل تجاوزات وحصل بعض المظاهر اللي احنا كنا بنقول نتمنى تلافيها هذه الانتخابات وحصل. بس اسمح لي وحصل انا اسف بعد يعني انا لازم انقل لحضرتك كل ما قيل باعتبارنا وسيلة اعلام مفروض انها تحترم مشاهدها. اتكلموا تاني عن ظاهرة بيع الاصوات والصوت وصل ل 500 جنيه واتكلمنا عن وده سبب من بعض الاسباب اللي وصفها المراقبين زيادة الاقبال شوية في المحافظات الفقيرة والدوائر الفقيرة ان الصوت كان بيوصل ل 500 جنيه فكنت بروح وبصوت، بالاضافة الى مسألة البلطجة، بالاضافة الى فكرة الرقابة الكاملة على الصناديق والرقابة الكاملة على الدائرة الانتخابية ما كانتش متحققة قوي. تمام، خليني اقول لحضرتك يا استاذ تامر ان احنا المفروض ان مؤسسات المجتمع المدني كانت بتنادي في السنوات الماضية على مدار 5 سنوات بضرورة المشاركة في الانتخابات منعا للتزوير، تمام، وقلنا لما كل واحد ينزل الانتخابات يحط صوته بايده في الصندوق منعا لان حد ممكن يقدر يصوت بداله، تمام، وفعلت اللجنة العليا للانتخابات هذا المطلب وقالت ان هيبقى في تطبيق غرامات مالية على من لم يشارك. لابد من تفعيل هذا المبدأ عشان الناس تبتدي تنزل. عارف ان انا لو ما روحتش مش هاخد فلوس، ولو رحت هاخد 200 جنيه او 300 جنيه. هنا لازم يحصل تغيير للمفهوم ان انا صوتي هل قيمته 200 300 جنيه ولا لا. ادام انا هدفع غرامه ماليه نفس بالظبط اللي حضرتك بشوفه لما يبقى واحد ماشي في الشارع عمال بيتكلم في الموبايل، اول ما يدخل على كمين يروح رابط الحزام ورامي الموبايل. هو ده الموضوع. اذا احنا بنتعامل مع طبيعه مواطن له ثقافه ما زالت دلوقتي بتحكمنا الرسوب الفكري ان هو انتخابات مقترن بالتزوير، انا انزل ليه؟ الانتخابات هتتزور، لكن المشاركه مش هتعمل ده. نسبه الاقبال النهارده لم تتجاوز باي شكل من الاشكال 30%، احنا في مجلس الشورى. دكتور عبد الحي بيقول ده كويس بالنسبه لمجهود الحزب الوطني. هم قدروا يعملوا عمليه حشد، لكن احنا لما نتكلم في حراك سياسي حصل على مدار 5 سنوات الماضية من انتخابات 2005 لدلوقتي انتخابات 2010 مرورا بالتجديد النصفي لمجلس الشورى في 2007 وانتخابات المجالس المحلية، في حالة حراك سياسي احنا بنقول المواطنين من 2005 تقريبا كانوا 30 مليون مواطن، دلوقتي بقى أكثر من 40 مليون مواطن. ما زالت مصر 50% فقط منها هم اللي عندهم الحق في المشاركة السياسية. لو احنا في مناخ زي كده مش هنقدر نشتغل. للاسف بعض منظمات المجتمع المدني لجأت الى انها تكون منظمات سياسيه، والخلط بين المؤسسات الحقوقيه والمؤسسات السياسيه ده هيدينا نتائج سلبيه للغايه، وهيبقى اكيد مش في يعني هيبقى ضد مصلحه الوطن والمواطن المصري. اسمحوا لنا نتوقف لفاصل اعلاني ونرجع نكمل هذا الحوار. بنحلم